زي ما احنا عارفين ان العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا بعد حرب روسيا مع اوكرانيا، وخاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الامريكي اللي طلع من كام يوم برفع الفايدة على الدولار، وده يترتب عليه ان الاسعار هتزيد جدا جدا خلال الفترة الجاية. ومن الحلول المضمونة عشان تخرج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة دي وما تتأثرش بيها بشكل كبير هو ان يكون عندك مصدر دخل بالدولار، لان ساعتها مش هيفرق معاك زيادة الاسعار او تعويم الجنيه، لان الدولار بتكون قيمته عالية جدا لما بتحوله للعملة الخاصة ببلدك. وعشان يكون عندك مصدر دخل بالدولار، فالحل هنا هو انك تتعلم مهارات يكون دخلها عالي وتقدر تشتغل بيها كفريلانسر او تفتح اونلاين بيزنس خاص بيك. ومن احسن المجالات اللي تقدر تلاقي فيها فرص شغل كتير وتخلي عندك مصدر دخل بالدولار هو مجال التسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه. وفي الفيديو ده ان شاء الله هعرفك ازاي تتعلم المجالين دول من الصفر ولحد ما تكون جاهز للشغل، وكمان هعرفك ازاي تقدر تشتغل في المجالين دول بعد ما تتعلمهم ان شاء الله. فكل اللي انا طالبه منك انك تعمل لايك للفيديو، ولو عجبك اعمل له شير، لان حقيقي الفرصه اللي فيها تساعد ناس كتيره جدا انها تغير حياتها ومستقبلها. يلا بينا بقى نخش في موضوع الفيديو على طول. لو تفتكروا ان من فتره اتكلمت معاكم عن الكنز اللي اطلقته جوجل، وهو شهادات جوجل المهنيه اللي بتساعدك تتعلم مجالات كتيره من الصفر ولحد ما تكون جاهز للشغل خلال 6 شهور. الجميل بقى ان جوجل اضافت برنامج جديد عشان تتعلم مجال التسويق الالكتروني والتجاره الالكترونيه، وزي ما احنا عارفين ان المجالين دول عليهم طلب كبير جدا جدا في العالم كله. فتخيل بقى انك هتتعلم المجالين دول من الصفر وعلى ايد خبراء من كبار موظفين جوجل، هم اللي هيعلموك خطوة بخطوة عشان تكون جاهز للشغل ان شاء الله. اكيد في سؤال بيدور في بالك دلوقتي، وهو بعد ما اخلص الكورسات دي هشتغل ازاي؟ هقولك دلوقتي على 3 طرق تقدر تمشي فيهم بعد ما تخلص الكورسات دول وتفهمهم كويس عشان تقدر تشتغل وتستفيد من الكورسات اللي انت اخدتها دي. اول طريق هو انك بتشتغل كموظف في شركة متخصصة في مجال التجارة الالكترونية او التسويق الالكتروني. ولو حابب تمشي في الطريق ده، فبكل بساطة تقدر تروح للشركة اللي انت حابب تشتغل فيها وتقول لهم ان انا خلصت كورسات جوجل وعندي دلوقتي نوليدج كتيره جدا في المجال دي، وبعرف اعمل 1 2 3 4 وحابب ان انا اشتغل معاكم. لو مش عندهم فرص شغل، ممكن تعرض عليهم انك تشتغل معاهم مجانا لمده 3 شهور مثلا، او كتدريب مدفوع وتاخد اجر قليل جدا. وخلال الثلاث شهور دول لو اثبتت كفاءتك، فهم اكيد مش هيسيبوك تمشي وهيخلوك تشتغل معاهم وتكمل رحلتك معاهم. الطريق الثاني هو انك تشتغل كفريلانسر، وهنا انت بتروح على مواقع العمل الحر سواء العربي او الاجنبي وتبدا تعرض خدماتك والمهارات اللي انت اتعلمتها. وما تقلقش خالص، بعد ما تخلص الكورسات هتكتسب مهارات كتيره جدا عليها طلب كبير في سوق العمل الحر. الطريق الثالث هو انك تشتغل لنفسك ويبقى عندك اونلاين ستور او بزنس خاص بيك تقدر تطبق فيه كل اللي انت اتعلمته خلال الكورس ده. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هقول لك على طريقه هتقدر من خلالها تكسب وانت لسه بتتعلم المجال، ويكون عندك اونلاين ستور صغير تجرب وتطبق فيه كل اللي انت بتتعلمه بشكل عملي. دول كده ال3 طرق اللي تقدر تشتغل بيهم بعد ما تخلص الكورسات على طول. يلا بينا نعرف كل التفاصيل الخاصة بالكورسات وازاي نحجز فيها، وكمان في اخر الفيديو هجاوبك على اغلب الاسئلة الشائعة اللي بتدور في ذهنك دلوقتي. يلا بينا. دلوقتي احنا على صفحة التخصص على موقع كورسيرا، وزي ما كاتبين قدامك كده ان التخصص ده هو طريقك عشان تبدأ كارير في مجال الديجيتال ماركتنج، والبرنامج ده مش بيتطلب اي مهارات او معرفة او خبرة سابقة، وتقدر تكون جاهز للشغل في المجال ده خلال 6 شهور. وطبعا مش بيتطلب اي شهادة او تخصص جامعي معين، يعني اي حد في الدنيا يقدر يبدأ في دراسة التخصص ده دلوقتي. طيب ننزل بقى تحت شوية، وعايزكم تركزوا جدا في الخطوات، انا شرحتها كتير قبل كده ولكن خلينا نوضحها تاني لو انت جديد على موقع كورسيرا، وهنجاوب عن كل الاسئله اللي بتدور في بالك، زي ازاي تترجم الكورسات للعربي، ازاي تذاكر اصلا المحتوى، واي سؤال تاني بيخطر في بالك ان شاء الله هتلاقي اجابته في الفيديو ده. ننزل بقى تحت شوية كده، زي ما انت شايف دي المهارات اللي انت هتكتسبها بعد ما تخلص التخصص ده. مهارات في التسويق، مهارات في التجارة الالكترونية، مهارات في الاعلانات المدفوعة، مهارات متعلقة بالايميل ماركتنج، مهارات متعلقة بالاي سي او. كل المهارات دي بالمناسبة مهارات لا تقدر بتمن، يعني انت لو اكتسبت اي مهارة من دول هتبقى زودت قيمتك جدا في سوق العمل، وهتفتح لنفسك فرص كتير في مجال العمل الحر. كمان هم كاتبين كده ان في اكتر من 200,000 فرصة عمل في المجال ده في امريكا بس، ما بالك بقى في العالم كله عاملة ازاي، خاصة في الوطن العربي كله. كل الناس دلوقتي بتتجه للتجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني، فحرفيا انت اول ما بتتعلم المجال ده والمهارات المطلوبة فيه هتلاقي بدل فرصة الشغل 1,000,000 فرصة قدامك بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا التخصص مكون من 7 كورسات زي ما انت شايف، بيبدأ معاك من الفاونديشنز الاساسيات، بعد كده بيبدأ يعلى معاك واحدة واحدة زي ما انت شايف. مثلا الكورس ده from likes to leads، يعني ازاي تحول الناس من مجرد اشخاص بتعمل لايكس للبوستات بتاعتك لعملاء محتملين للبزنس عشان يشتروا
منك. كمان الكورس السادس انا شايف ان هو ممتاز جدا لانه بيساعدك تبلد وتلانش وتمانج الاي كوميرس ستورز، يعني تقدر تبني متجر الكتروني في الكورس السادس ده. طبعا كل كورس بيكون ليه شهاده منفرده، ولو خلصت التخصص كله بيكون فيه شهاده مجمعه بتثبت ان انت خلصت التخصص كله، وتقدر تضيف الشهاده بتاعتك للسي في بتقله جدا او تضيفها على بروفايلك على لينكد ان. طيب ازاي نقدر نحجز في الكورسات دي؟ عايزك بقى تركز جدا جدا عشان الخطوات دي بيتلخبط فيها ناس كتير. خلينا نتفق ان انت قدامك اختيارين. الاختيار الاول هو انك مجرد ما هتدوس على انرول هيبدا يجيب لك الاختيارات اللي قدامك دي. اول اختيار انك تشترك لمده شهر واحد ب$40. خلال الشهر ده بيتفتح لك كل الكورسات الموجوده في التخصص، مش كورس واحد بس. وهنا بيقول لك انك تقدر تخلص التخصص كله لو خصصت 20 ساعه مذاكره في الاسبوع. فلو انت عندك وقت كافي، لو انت عندك مثلا وقت فاضي كتير وهتقدر توفر 20 ساعه في الاسبوع، فانت كده التخصص ده كله هيكلفك $40 وتخلصه في شهر ان شاء الله. اما لو انت هتقدر توفر 13 ساعه بس مذاكره في الاسبوع كله، فانت هنا الاختيار الثاني مناسب ليك جدا، عشان هتشترك 3 شهور بكام بقى؟ ب$78، يعني الشهر مش مكمل $26. اما لو انت ما عندكش وقت فاضي كتير، فافضل اختيار بالنسبه لي هو الست شهور، وده لو انت هتذاكر 7 ساعات في الاسبوع، يعني كل يوم ساعه واحده بس مذاكره في التخصص ده. وطبعا كلنا نقدر نوفر الساعه دي لو اقتطعت من الوقت اللي انت بتقضيه على السوشيال ميديا. ساعه واحده بس يوميا وتذاكر فيها المجال ده هتفرق في حياتك جدا، وده هيكلفك $117. يعني الشهر في الاختيار ده مش هيكون مكمل $20 اصلا، وده شيء عظيم جدا. هتدوس على كونتينيو لو انت هتختار الاوبشن ده، وتبدا تدخل بيانات الكريدت كارد بتاعتك وتدوس على باي ناو، وكده انت معاك اكسس للكورسات كلها لمده 6 شهور، وكل ما تخلص اي كورس فيهم هتحصل على شهاده بجانب طبعا الشهاده المجمعه بتاع التخصص كله. ده كده الطريق الاول لو انت مقتدر وقادر تدفع فلوس. طيب لو انت مثلا مش معاك فلوس دلوقتي وحابب برضو تاخد الكورسات دي بشكل مجاني تماما، فبكل بساطه هتدوس على فاينانشال ايد افيلابل، وده اختيار المساعده الماليه اللي هو الدعم المالي، وبعد كده هتدوس على كونتينيو تو ذا ابلكيشن، وهتبدا تعلم على المربعين دول، وهتكتب الجمله دي زي ما هي مكتوبه فوق كده بالظبط. يعني مثلا ما تعملش حروف كابيتال وهو عاملها سمول، او العكس، ولا تسيب مسافه بعد اخر حرف في اخر كلمه. يعني شوف انا لما خدت مسافه هنا كلمة continue اختفت، اما لما شلت المسافة اصبحت كلمة continue ظهر قدامي. لو دست عليها هيبدأ يحولني على الخطوة التانية من استمارة الدعم المالي، وهبدأ بقى اجاوب على الاسئلة دي. هنا مثلا بيقول لك الخلفية التعليمية بتاعتك ايه، يعني انت دلوقتي مثلا في ثانوي، في كلية، متخرج، ايا كان. كل واحد طبعا بيجاوب على حسب حالته. السؤال التاني بيقول لك دخلك السنوي تقريبا كام، وطبعا هنا بالدولار اكتب اي رقم، هما كده كده مش هيراجعوا وراك. وهنا بيقول لك حالتك الوظيفية، هل انت مثلا شغال فول تايم، هل شغال بارت تايم، هل انت مش موظف اصلا، هل انت طالب، ايا كان كل واحد حسب حالته. وهنا بيقول لك انت تقدر تافورد قد ايه عشان تدفعه للكورس ده. برضو ما تقلقش انت مش هتدفع اي حاجه، قول مثلا $5 او $1. وبعد كده بقى نيجي لاهم حاجه وهو اجابه السؤالين دول. هنا بيقول لك انت ليه بتقدم على الدعم المالي ومطلوب منك 150 كلمة، والسؤال الثاني ازاي الكورس ده هيساعدك انك تحقق هدفك في الكارير بتاعك، برضو مطلوب منك 150 كلمة. لو انت مش مجهز كلام في دماغك فبرضو ما تقلقش خالص، بكل بساطة هتروح على جوجل وهتكتب الدعم المالي كورسيرا، وهتدوس على النتيجة الاولى دي، وهتنزل تحت خالص كده وهتدوس على السهم ده في اخر المقال. هتلاقي هنا بقى اجابات الاسئلة قدامك اهي. هنا اجابة اول سؤال هتاخده كده كوبي زي ما هو، وتيجي هنا وتحط إجابة السؤال ده هنا، وهتيجي واخد إجابة السؤال التاني وتحطها هنا، وباقي الحاجات دي اختياري. وبعد كده بتعلم على I'm not a robot، وبتدوس على Submit Application. هيقولك إن احنا استلمنا طلبك للحصول على الدعم المالي، وهنرد عليك بعد 15 يوم. النهارده يوم 5/5، هيردوا عليا يوم 20/5 زي ما انت شايف. بيجيلك رسالة على الإيميل بالقبول إن شاء الله، وهما بيقبلوا تقريبا أكتر من 90% من الناس اللي بتقدم على الدعم المالي. ده كده الطريق التاني عشان تحصل على الكورسات بشكل مجاني تماما. طيب نيجي بقى لسؤال مهم جدا جدا، وهو ازاي ترجم المحتوى بتاع الكورسات دي للعربي. بكل بساطة هتحمل اضافة ممتازة جدا للمتصفح بتاعك اسمها ايجوي زي ما انت شايف اهي، ودي شرحتها في فيديو مفصل على القناة هنا، هتلاقيه في وصف الفيديو ان شاء الله. اول ما بتضيفها للمتصفح بتاعك كده وبتبدأ مثلا تشغل الفيديو، لو دوسنا على السبتايتلز الموجودة على كورسيرا حاليا هتلاقي هو بيوفر بس اللغة الانجليزية، ده معناه ان مفيش ترجمة بالعربي. ولكن لو لاحظت هتلاقي علامة الاضافة دي موجودة
موجودة هنا اهي جنب كلمة سبتايتلز، هتدوس عليها هتلاقي الترجمة بدأت تظهر بالانجليزي. طيب جميل، انا عايزها بالعربي، هدوس تاني عليها هنا وهعلم على شو كويك ترانزليشن. هنا زي ما انت شايف الترجمة اللي بالعربي اصبحت موجودة اهي. طيب لو انا حاسس ان الكلام هنا كبير، ممكن انزل هنا اهو الترجمة بتاعت اللي بالانجليزي هنا، واخلي الترجمة بالعربي فوقيها. تعالوا كده نشغل المحاضرة مع بعض. زي ما انت شايف المحتوى الترجم للعربي قدامي هو، كل ده عن طريق الاضافة دي. كده احنا حلينا مشكلة اللغة. يعني حاليا انت مالكش اي حاجة، عرفت ازاي تاخد الكورسات ببلاش لو انت مش معاك فلوس، وعرفت ازاي تترجم الكورسات للعربي لو انت الانجليزي بتاعك مش هيساعدك تفهم المحتوى بتاع الكورس. طيب هجاوبكم دلوقتي سريعا على اهم الاسئلة اللي بتجيلي عن كورسات جوجل. اول سؤال، هل الكورسات دي محددة بوقت معين؟ يعني هل مثلا لو انا عندي امتحانات دلوقتي وعايز اسجل في الكورسات دي وابدأ في فيها بعد الامتحانات او بعد شهرين، ينفع؟ اه طبعا ينفع تسجل دلوقتي وتبدأ فيها بعد ما تخلص امتحاناتك او في اي وقت تاني. طيب هل انا ملزم بعدد ساعات مذاكرة معينة؟ لا طبعا، كل واحد حسب وقته اللي يقدر يوفره، الا لو انت كنت دافع مثلا اشتراك 3 شهور، فانت هنا لازم تلزم نفسك عشان ما تدفعش 3 شهور تاني او شهر تاني. فكل ما انت زودت عدد ساعات المذاكرة في الحالة دي، كل ما قللت تكاليف الكورسات عليك. طيب سؤال تاني مهم جدا، ازاي اطبق المعلومات اللي انا بتعلمها في التخصص ده؟ هنا اقدر اطمنك واقول لك ان في التخصص نفسه هتلاقي ان هم بيقدموا لك مشاريع تشتغل عليها بشكل عملي، ولكن لو انت عايز تطبق بشكل فعلي وتبدأ تكسب فلوس وانت بتتعلم، هتلاقيني عامل لك فيديو على القناة هنا، هيظهر لك دلوقتي على الشاشة، وهتلاقيه في وصف الفيديو بعرفك فيه ازاي تبدأ في التجارة الالكترونية وتبني المتجر الخاص بيك بشكل مجاني تماما، وتبدأ تكسب مباشرة من المتجر ده. يبقى انت في الحالة دي بتاخد الكورسات من جوجل وبتأسس نفسك صح جدا، وفي نفس الوقت بدأت تطبق على الاونلاين ستور الخاص بيك انت، وبدأت تكسب وانت بتتعلم.